لدينا المثال صفحة 33، يقول المثال: كم حدا يلزم أخذه من المتتالية الحسابية التي حدودها 10، 15، 20 إلى غير ذلك لكي يكون المجموع 450؟ واضح أنه هنا عطاني SN. SN هنا كم تساوي؟ 450. هون عطاني SN التي تساوي 450، وعلينا إيجاد N. وعلينا إيجاد N. إذن هون عطاني SN التي تساوي 450، وعلينا إيجاد N. طبعا هنا هذه متتالية حسابية، حدها الأول A1 ماذا يساوي؟ الحد الأول هنا كم؟ أريد إجابة منكم. تماما. الأساس دي كم يساوي؟ 5. تماما. الحد الأول 10 والأساس دي يساوي 5. الحد الأول A1 يساوي 10 والأساس دي يساوي 5، معناته أطبق في قانون المجموع الحد الأول أم الحد الثاني؟ القانون الأول إلى القانون الثاني؟ القانون الثاني. لأنني علمت الحد الأول والأساس. انظروا طلاب، إذا لدي الحد الأول A1 يساوي 10 والأساس D يساوي 50 ولدي SN يساوي 450. نطبق القانون الثاني. القانون الثاني SN وليس AN، SN التي تساوي N على 2 B، مفتاح قوس 2A1 زائد N ناقص 1 BD. القانون الثاني SN التي تساوي N على 2 B، 2A1 زائد N ناقص 1 BD. علي أن أوجد طبعا SN معطى راح عوضه بقيمته، والA1 راح عوضها 10 والدي راح عوضها 5، احصل على معادلة فيها مجهول واحد هو الN. راح عوض، انظر SN قيمتها 450، الA1 راح عوضها 10 وراح عوض الدي 5، فاحصل على معادلة فيها مجهول واحد الا وهو الN. انظروا طلاب، N على 2 ب 2A زائد ناقص 1 بدي يساوي SN. لاحظ فقط بدلت الطرف الأيسر بالأيمن، ما في مشكلة. N على 2 ب، لاحظ 2A1، 2 طبعا هون A نفسه A1، 2 ضرب 10 20، وضعتها هون ال N ناقص 1 ال N اللي احنا بدنا إياها، N ناقص 1 ضرب ال D اللي هي 5 والتي تساوي 450. أكمل حل هذه المعادلة. لاحظ إن على 2 ب 20 زائد إن ناقص 1 ضرب 5 وتساوي 450. لاحظوا طلاب، أنا آخر علاقة حصلت عليها إذا متذكر إن على 2 مو كانت ب 20 زائد إن ناقص 1 ضرب 5 والتي تساوي 450. لاحظ هذه معادلة، هذه معادلة فيها مجهول واحد هو N. علي أن أحل هذه المعادلة. خلونا نشتغل جوات القوس. لاحظوا إذا بدنا نشتغل جوات القوس راح دخل الخمسة على القوس، ما في مشكلة ضرب عملية تبديلية، 5 بN 5 N و5 بواحد 5 يعني 20، نعم، زائد 5 N ناقص 5، نعم، مضروبة بN على 2 والتي تساوي 450، أليس كذلك؟ 20 ناقص 5 هاي هي 15 وضعتها هون، وال 5 N هون موجودة، وهون عندي N على 2 والتي تساوي 450. إذا وضعت هون ال 450 مقام هو 1، واخذ جدار طرفين يساوي جدار وسطين، او بضرب طرفي العلاقه الاخيره بالعدد 2، نعم، بتروح 2 مع 2 و450 بتصير 900، وبنفس الوقت ادخل الN على القوس، نعم، لاحظ من هذه العلاقه بضرب ب 2، نعم، N
بقيت عندي ب 15 زائد 5 ان يساوي 900، دخلت الى قوس 15 ان زائد 5 ان مربع والتي تساوي 900. 15 ان زائد 5 ان مربع والتي تساوي 900. واضح اني حصلت على معادله من اي درجه؟ اريد الاجابه منكم. هذه المعادله حصلت عليها من اي درجه؟ ثاني الدرجه الثانيه. معادله من الدرجه الثانيه علي ان احلها، من راح احولها الى الشكل اي اكس مربع او اي ان مربع زائد بي اكس زائد سي، مثل ما بنعرف نحن، اليس كذلك؟ لاحظوا طلاب، الخمسه ان مربع راح تنوضع هون، لاحظ عيني، خمسه ان مربع، نعم، زائد 15 ان ناقص 900 يساوي الصفر، منقسم على خمسة لأن 900 قطعة طرف أيسر، إن مربع زائد 3 إن ناقص 900 تقسيم خمسة، 9 تقسيم خمسة 1 ضل 4، 8 صفر. أريد والتي تساوي الصفر، هذه المعادلة الأخيرة راح حلها على التحليل المباشر. أريد عددين، قديش مجموعهم؟ مجموعهم زائد 3 وجداءهم ناقص 180. مين لازم يكونوا برأيكم؟ راح تفكروا فيها عميقا. هن ال 60 ضرب 3 راح يكونوا الزائد 15 والناقص 12. زائد 15 ناقص 12. نعم، إما القوس الأول يساوي الصفر، إن زائد 15 يساوي الصفر، هذا يؤدي إن يساوي ناقص 15. شو رأيكم بهالكلام إنه إن يساوي ناقص 15؟ هل يوجد عدد حدود سالب؟ معناته هذا مرفوض. أو إن ناقص 12 يساوي صفر، هذا يؤدي إن يساوي 12 وهو الحد المقبول. هذا هو الحل المقبول، أي أن عدد الحدود في المتتالية الحسابية اللي مجموعهم 450، عندي كم حد مجموعهم 450 في المتتالية السابقة؟ كم حد؟ أريد الإجابة. ممتاز، الـ 12 تساوي 450. لاحظ ان يساوي 12، اي عدد حدود المتتالية الحسابية يساوي 12، ان يساوي ناقص 15، هذا الحال مرفوض.